مساء الخير. خبي حطباتك الكبار لعمك أدر، سبب إعصار وينستون يلي ضرب جزر فيجي بتشريد عشرات آلاف الأشخاص بعد ما ألحق أضرار واسعة بعدد كبير من المنازل والمباني السكنية. وقدر المسؤولين بمجال الإغاثة أنه بلغ عدد المتشردين 35 ألف شخص ووضعهم مؤقتاً بمراكز إيواء لحين إيجاد مساكن بديلة وتقديم المساعدات اللازمة من المواد الغذائية للمنكوبين. وبالعودة لطقسنا، طقس متقلب وممطر بسبب تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي ماطر وبارد عم بيسيطر على أجواءنا هاليومين. الحرارة منخفضة، رطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 119 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع تساقط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة ممكن تقارب 75 كيلومتر بالساعة ببعض الأوقات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. لبكرة طقسنا غائم مع تكون ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة ببعض المناطق الجبلية. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 11، وبالبقى عم بتسجل 3، على المرتفعات 8 و0 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا من تكريت 14، حمليه 17، صيفي 20، ومن بعدها مليخ 18، راس البيضة 19. وهالطقس هاليومين رح يكون متقلب، ومن بعد الفرز 15، راس بعلبك 15، ومراح العين 16 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 35 و50 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل لل 11، وبكرة بين 11 و20 درجة، ونهار السبت تتراوح بين 11 و19 درجة، والطقس مكمل إلى ماطر. وهلأ نبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ من بغداد 27، دمشق 18، القدس 16، وتونس 17، وأخيراً بتنتهي جولتنا بلندن 7، مدريد 14، وأتينا 16 درجة. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.